بسم الله الرحمن الرحيم. هشتغل النهاردة تابلو على خامة الكانفاس بشكل مودر ببعض الملامس المختلفة على التابلوهات. هما انا جايبة 4 مقاسات، انا جبت مقاسات صغيرة عشان اقدر انفذهم في المساحة بتاعتي، وجبت 2 مربع و2 مستطيل. المهم ان انا هفتح بيبقى فيه معاهم في الظهر الخشب ده علشان ايه؟ اقول لكم عشان ايه دلوقتي. المفروض ان الخشب ده افتحه الكيس، اخد منه 4 اللي هو بيكون في هنا فتحات بندخل فيها بالشكل ده، بالشكل ده كده، احشر 4 جوانب في الاربع جوانب ده عشان ايه؟ عشان وانا بشتغل الكانفاس بتاعي ما يدخلش ويطلع معايا، يبقى ثابت بس كده، يعمل الفراغ بتاع الحركة بتاعت القماش تبقى ثابتة خلاص. بس حبيت اعرفكم ده ايه وظيفته. انا دلوقتي هعمل تكوين، مثلا انا عندي 4، هعمل التكوين ازاي؟ هعمل المربعين بالشكل ده كده، وبعدين المستطيل هدخل يبقى كده، والتاني من تحتي كده. هظبط الشكل اللي انا عايزاه عشان التقسيم اللي هعمله هيكون واخد الاربعة مع بعض، فلازم يكون العلامات، يعني المربع بتاعي اللي انا هشتغل عليه بالشكل ده يبقى مظبوط معايا. يبقى انا حطيت 2 مربع و2 مستطيل بالمنظر ده. هاجي اعمل مثلا، هاخد في النص، انا هحاول ان انا ده يبقى كده اظبط، يبقى الدايره بتاعتي بالمنظر ده بالقلم. هحاول ارسم ادي اول دايره، ممكن قوي اخد ده كمان هيبقى صغير، اعمله احتياطي عشان ممكن قوي وانا بشتغل احتاجه. كده هي اخدت، جبت بس مقاسات مختلفة من الاطباق بتاعتي. طبعا وانا بشتغل بقى هحاول اظبط الدنيا معايا. ادي عندي حاولت ان انا اعمل مقاس صغير واكبر واكبر، ادي الاشكال بتاعتي. وممكن قوي مثلا اروح عامله حاجه مستطيله هنا كده، ممكن حاجه هنا. خلينا مع بعض واحنا بنشتغل هيبان اللي هعمله. هاخد المعجون بتاعي، هشتغل بالمعجون اهو، نوع ايه؟ معجون لاتكس سايبس. هاخد، بس انا لازم اكون امسكهم حلو قوي مع بعض علشان الدنيا بتاعتي ما تبقى مظبوطة وانا بشتغل.
هعمل ملامس مختلفة. انا كده ممكن ابعدهم بقى عشان انا معلمة عندي علامات هشتغل بيها، عشان طبعا اللي في النص ده انا مش الفراغات بتاعتهم. هحاول ان انا ابعدهم بقى، خلاص انا عملت العلامات. وهعمل جزء جزء واسيبه ينشف عشان الشكل اللي بعده هعمله بشكل مختلف. يبقى اهو ادي جزء، طبعا انا مش عايزه حاجه هنا، عايزه دوت يبقى املس. عند العلامة اللي انا عاملاها دي العلامة التانية، تمام. طبعا انا هعمل ده وهسيبه ينشف. ممكن اعمل الجزء ده واللي في النص هعمل حاجة تانية لما الجنبين دول ينشفوا علشان الشكل ما يسيحش على بعض. هعمل الجزء ده ونرجع مع بعض. بعد ما عملت الدايرة الاولانية هاجي هعمل على هشتغل بالستنسل ده، هعمل على الزاوية دي باينة كده مش باينة طبعا اهي، هبعد دول دلوقتي عشان اوسع لنفسي. هاجي على الزاوية الصغير وهعمل بالمعجون ستنسل بيتس. ده برضو ملمس بشكل زخرفة. اهو الشكل ده اقربه. تمام باين. هاجي هعمل في التلاتة التانيين نفس الفكرة على هنا في الزاوية دي والكبار الكبير، هشتغل بالزاوية الكبيرة. بس طبعا ده يتنظف علشان ما يبقعش الورق، ما يبقعليش الدنيا، ولازم يتنظف اول ما اخلص لان لو حطيته هيعمل لي على دي. المهم يعني هوريكم الشكل ده كده
بعمل واسحب، بعمل بالسكين واسحب، احط على الفراغ واسحب. تمام، يبقى انا هعمل الاتنين التانيين بنفس الطريقه دي، وده خلاص كده هيتغسل علشان اعرف اعمل الناحيتين التانيين. هاجي انا في الفراغ ده اللي هو الدايره الخارج الدايره الصغيره، هشتغل بقش البيض. هنا ملمس تاني مختلف بقشر البيض. طبعا زي ما احنا عارفين قشر البيض بنلزقه بالغير. وخلي بالي ان الدايرة بتاعتي تبقى مظبوطة. الشكل ده. الموضوع سهل جدا وشكل مختلف، الملامس مع بعض بتدي شكل حلو قوي للعمل، تنوع في الشكل. بالشكل ده وده الزخرفة بتاعتي. هخلص بالمنظر ده الاربعة ونرجع نشوف هنعمل ايه بعد كده. كده الشكل بعد ما نشف. عملت بالشمع، مسدس الشمع داير ما يدور الرسمة بالشكل ده، وفي نفس الوقت اديت طبقة ورنيش على المعجون علشان يثبت ما يطقش من القماش. هاجي هكمل هعمل زي اشعة شمس كده حوالين الرسمة اللي في النص بالشمع. طويل وقصير، طبعا الأشعة بتبقى طويلة وقصيرة بشكل عشوائي. بالشكل ده، وممكن حوالينه كأنها فص. بالشكل ده انا هخلص
وهيبقى بقى لنا التلوين. هاجي مثلا هنا ممكن اعمل اشكال مختلفة. الشمع بعد ما بيتلون بيدي شكل حلو قوي، فانا ممكن اي فراغ املاه بالشمع. بعد ما خلصت الشمع كله هبتدي الون. هلون اللي في النص ده ذهبي، ذهبي صريح طبعا، بالدق كده علشان يدخل بين التنايات اللي موجودة في المعجون. وفي نفس الوقت هدهن كل جزء تحت الارتفاع بتاع كده، علشان لما يتفصلوا من جنب بعض من الحيطة، في الحيطة يعني، يبقى باين اللون كامل في الجناب. طبعا لما ينشف هدي طبقة تانية علشان يبقى اللون صريح وواضح بالشكل ده في الاربع طابلوهات. هاجي عند قشر البيض، عملت خليط بين الفضي والذهبي وهمشي عليه بصباعي كده على العالي بتاعي، هيبقى فضي مع فضي مع ذهبي. بالشكل ده هخلص الدهان ونرجع نشوف هنعمل ايه في الخطوة اللي بعد كده. هنا دلوقتي جينا للتلوين، هعمل برضو حوالين الدايرة كده درجات الكافيه. هحاول ان انا اغير اعمل درجات البني مع الكافيه كده. هو بني مع ابيض. وبرضه في نفس الطريقة هنزل على الجوانب بس بعد ما اخلص علشان ما يسيحش على بعض. وطبعا بالدق برضه علشان العواميد دي تاخد لون. هعمل الدايرة ونرجع كده. عملت اللون الفاتح الكاكاوي وبعدين اللون البني عشان ادرج الوان. هاجي في الاخر هغمق البني ده بالشكل
هكمل بقى الباقي كله بالاغمق. طبعا انا مش عاملة دمج، انا عاملة خطوط دوائر حوالين الشكل الاصلي اللي هو في النص. فبالشكل ده كده هخلص برضو البني، وبعدين نرجع تاني. حبيت بس اوريكم الدرجتين اللي انا عملتهم. وفي نفس الوقت من جوه عملت كل درجة نزلتها. انا حاطة كده علشان اظبط المسافات، الدوائر بتاعتي تبقى مظبوطة معايا. هنخلص والنهائي بقى نشوف هنعمل ايه في اخر حاجة، اخر خطوة يعني بعد ما لون الدوائر اللي انا عملتها. كده الشكل النهائي يعني القبل النهائي هيكون بالمنظر ده، بعد ما دهنت الالوان التدرج اللوني في الالوان. هبتدي امشي على العالي كله بقى بتاعي، اراعي بس كده. باينة همشي على الشمع هي دي الخطوة قبل النهائية بالشكل ده. طبعا بستنسل كمان عشان يبقى يظهر. ايه رأيكم في الفكرة دي؟ حاجة مودرن وبعيد عن الديكوباج شوية، حاجة مختلفة وسهلة وبسيطة جدا، ما خدتش وقت ولا مجهود بصراحة، بس النتيجة الحمد لله مرضية بشكل يعني بنسبة كويسة. هخلص المنظر ده وبعدين هوريكم الشكل النهائي، نشوفه مع بعض بإذن الله. حبيت بس ابين لكم يعني هو كده ابتدى يبان بصراحة، البارز كله لما بيتذهب بيدي شكل حلو قوي. وعلى الشمع كله فهنخلص ونرجع مع بعض الشكل النهائي في اخر لقطة التصوير بإذن الله. يا رب بس ايه تكون الفكرة عجباكم. هخلص ونفرشها بقى نشوفها وهي مفروش يعني قصدي متعلقة بشكل صح. الشكل ده اللي هيتعلق بيه على الحيطة 4 مسامير، وفي تباعد بين كل لوحة والتانية بالشكل ده. فده الشكل النهائي
للتابلو لما يتعلق، هيبقى بالمنظر ده كده. اتمنى يا رب الفكرة تعجبكم وجربوه، ان شاء الله هيكون سهل جدا عليكم. يلا باي.